السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد موسى من قناة مستر تيك، أهلا بكم. الراوتر والراوتر وان والمودم والأكسس بوينت، كل دي حاجات بنسمعها اليومين دول ما احناش عارفين ايه هي وايه الفرق بينهم، ويا ترى ايه اللي يشتغل مع الانترنت وايه اللي ما يشتغلش. كل ده طبعا هنعرفه النهاردة سوا، بس طبعا قبل اي حاجة ما تنساش تضغط لايك، لو لسه مشتركتش الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تيك. يا ترى ايه الفرق ما بين الراوتر والمودم والراوتر وان والاكسس؟ قبل ما نعرف الفرق ما بين الحاجات ديت، لازم الاول نعرف ايه هو المودم وايه هو الراوتر وايه هي الاكسس. الراوتر يا جماعة بيبقى ليه وظيفة أساسية، وهي تحويل إشارة التليفون الأرضي إلى إشارة إنترنت، يعني الإشارة اللي جاية من التليفون الأرضي إلى إشارة إنترنت نشتغل عليها مثلا على الكمبيوتر او اللابتوب. فياخد الاشاره من الكابل التليفون وبيطلعها لي اشاره انترنت في سلك انترنت نشتغل على الكمبيوتر او اللابتوب، وبكده بتنتهي مهمته. هي ديت مهمه المودم الاساسيه. يبقى مهمه المودم هي تحويل الاشاره اللي جايه لنا في السلك الى اشاره انترنت. طيب ده بالنسبه للمودم. طيب بالنسبة بقى للراوتر، الراوتر يا جماعة مهمته إن هو يحول لي الإشارة اللي جاية من السلك، يعني الإشارة اللي خارجة من الراوتر في فتحة السلك ده، بياخدها ويحولها لي لإشارة واي فاي، بتركب هنا في الخانة السمرة دي ويطلع لي عن طريق الواي فاي، يعني بيتحول الإشارة من سلك للاسلكي، وفي نفس الوقت بتعمل لي شبكة جديدة اللي هي شبكة الوان، وفي الحالة دي بيسموه راوتر وان. ممكن نفس الجهاز يا جماعة يشتغل اكسس بوينت. يعني ايه اكسس بوينت؟ يعني ياخد السلك ولكن في الحالة دي في الفتحات الصفرة، وبرضو يحولها لي لواي فاي. يبقى كده ده المودم وده الراوتر او الاكسس بوينت. طيب بالنسبة بقى ده يا جماعة، ده المفروض هو اسمه راوتر زي ما احنا كلنا عارفين ان ده راوتر. ايوة فعلا هو اسمه راوتر، ولكن هو اسمه راوتر مودم او مودم راوتر. طب ليه بيسمى كده؟ لان هو بيقوم بالوظيفتين، بوظيفة المودم اللي هو بياخد الاشارة من السلك ويحولها لي لاشارة انترنت عن طريق السلك برضو، وفي نفس الوقت هو بيحول الإشارة ديت لإشارة واي فاي، بحيث إن هو يقدر يغذي بيها الموبايل واللابتوب، علشان كده ده اتسمى راوتر مودم. يبقى ده كده راوتر مودم، لكن ده راوتر وان، بحيث إن احنا ما نتلخبطش ما بين الاتنين. فده هيبقى راوتر مودم وده راوتر وان. طب احنا بنقول ليه كلمة راوتر؟ ما احنا ممكن نقول ده راوتر وده اكسس ونريح دماغنا. هي المشكلة يا جماعة ان انت لما بتروح تشتري راوتر بتلاقي الجهاز ده في كرتونته مكتوب عليه راوتر، والجهاز ده برضه في كرتونته مكتوب عليه راوتر، فكده انت مش هتقدر تميز ما بين الاثنين. فده راوتر مودم وده راوتر وان. طيب ازاي اقدر اميز ما بين الاثنين؟ هتميز ما بين الاثنين عن طريق الفتحات اللي موجودة. الفتحات اللي موجودة في ظهر الراوتر، هنا هتلاقي الراوتر المودم بيميزه فتحة الـ DSL اللي هي بيركب فيها كابل التليفون أو كابل الحرارة. ولو لاحظنا كده هنلاقي إن الفتحة ديت أصغر من الفتحات اللي جنبها. لكن بقى الراوتر وان ده، على فكرة يا جماعة برضو راوتر وان، لكن هنا هو هنا في خمس فتحات. الراوتر وان بيبقى الخمس فتحات بتوعه زي بعض. لو شفنا برضو ده هنلاقي الخمس فتحات هنا زي بعض، بيختلف بس في اللون، وفي بعض الأجهزة زي ده كده ما بيختلفش الألوان، يعني هتلاقي برضو مفيش اختلاف، يعني ممكن بس يكون اختلاف في الكلام، يعني هنا مثلا يكتب لك وان وهنا يكتب لك من واحد لحد أربعة اللي هي اللان، تمام. لكن مش هتلاقي فيه فتحة مودم اللي هي فتحة الـ DSL. طالما ما فيهوش فتحة الـ DSL يبقى ما ينفعش يشتغل
مودم، يعني ما ينفعش يشتغل على الخط الأرضي. يبقى ده كده اسمه راوتر واحد، أو نقدر نسميه بالعربي كده مقوي إشارة الواي فاي. يبقى ده كده مقوي إشارة واي فاي، ده مقوي إشارة واي فاي. طيب ده بقى يا جماعة، ده في عليه خلاف كبير من الناس، وبيقول لك إن ده أكسس بوينت أو راوتر واحد، ولكن إحنا برضو مش هناخد بشكله، لأ إحنا هنبص كده أهوت في الفتحات زي ما اتعلمنا سوا. هنلاقي اللي هنا في فتحة، هنلاقي هنا فتحة الدي اس ال، اي دي اس ال، وهنلاقي هنا الفتحات اللي هما الأربعة، لكن مفيش فتحة وان. يبقى ده كده راوتر مودم، ما هواش اكسس بوينت. طيب لو كان بدل الفتحة ديت فتحة زرقاء زي الفتحات ديت، يبقى في الحالة دي ده راوتر وان. وعلى فكرة مش لازم تكون بلون تاني، لا زي ما احنا شوفنا في ده كده، هي لقيتها بنفس اللون، وزي ما شوفنا برضو في الراوتر التاني ده اللي هو الراوتر وان ده، الفتحة لونها اسود. ايا كان شكل الفتحة او لونها، المهم ان هي ما هياش فتحة مودم. فتحة المودم اللي هي الفتحة الرصاصي دي الصغيرة اللي يركب فيها سلك التليفون الارضي او سلك الحرارة، لكن ده فتحته كبيرة يركب فيها كابل النت او سلك النت، ما يركبش فيها سلك التليفون. الخلاصة يا جماعة، علشان حضرتك تقدر تميز ما بين الاكسس بوينت او الراوتر وان والراوتر مودم، لازم تبص على فتحات الراوتر، ودي برضو يا جماعة بتكون واضحة على الكرتونة بتاعت الراوتر، يعني هتلاقي مرسومة الرسمة ومكتوب اذا كان هو وان ولا مودم. فلقيت كلمة فلو لقيت مكتوب عليه مودم، على طول اطمن اشتريه وانت مطمن ان هو هيشتغل على الانترنت. اما لو مكتوب عليه راوتر وان، ففي الحالة دي هو هيشتغل كمقوي اشارة. فقبل ما حضرتك تشتري الجهاز، سواء كان جديد او استعمال، هتبص على فتحاته بتأكد اذا كان هو راوتر ولا مقوي اشارة. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. واي سؤال او استفسار سيبهولي في تعليقات اسفل الفيديو، وبحاول ارد عليكم في اقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.